سالت الكابتن حسن مصطفى قبل الفاصل عن اليو ديانج النهارده، عمل مباراه كبيره قدام الاسماعيلي وهو متفق مع هذا الراي. متفق؟ متفق طبعا. النهارده متعني في كل حاجه. اولا ان هو كان بيدافع عرضي كويس، كان بيجري اكتر منك. لا النهارده عمل حاجه كده، بيجري طول الملعب وعرضه عرضي كويس قوي، بينزل تحت جنب السرد باكين، موقعه والضغط العالي بتاعه، الكوره كمان يعني مش بيبصش لاقرب رجل، لا ده بياخد الكوره ويروح يجري مثلا 30 ياردة وبيعمل كوره عكسيه. لا ما شاء الله النهارده انا من وجهه نظري النهارده كان نجم المباراه. يعني كان لازم يدوله نجم المباراه، لان من احسن مباريات اللي انا شفتها له السنه اللي فاتت والسنه دي، الكام المباراتين اللي فاتوا كان النهارده كويس قوي. عجبك ثنائيه ديانج وحمدي اكتر ولا ثنائيه ديانج وعمرو السولية؟ احنا اتكلمنا في النقطه دي. أيوه. فقلت لك لما المدير الفني هيحب يخلي بيلعب اي فرقه وعايز ياخد الكره بسرعه ويسترد الكره بسرعه ويلعب فرقه كويسه، فهيلعب باثنين ارتكاز. فالاثنين الارتكاز دولت ديانج وحمدي، فهم بيرجعوا الكره بسرعه، بيضغطوا كويس، مجهودهم عالي. فهي دي من النقط اي مدير فني، انا لو مدير فني بتمناها، الاثنين اللي ديفندر عندي واحد بيقدر يزيد واحد ثابت. صحيح. فهي دي النقطه. فانت لما تخلي الاربعه اللي قدام بيضغطوا واثنين وراهم جامدين والديفنس بيطلع. بس انا عايز في نقطه كنت عايز اتكلم فيها. النادي الاهلي النهارده الشوط الاولاني كان عامل مساحه يعني بيلعب مساحه عاليه بطول يعني الملعب. بطول الملعب، ودي كانت حاجه غير الماتشين اللي فاتوا، فدي كانت حاجه برضو وحشه جدا للنادي الاهلي. كان مفروض يعني النهارده عبد المنعم ومحمود لازم يطلعوا الناس، لازم يبقوا في ظهر الاثنين الديفندر، فدي كانت انا شايفها كانت حاجه وحشه جدا، نقطه وحشه في في في, في عندنا الشوط الثاني. ايه؟ عدلها الشوط الثاني. الشوط الثاني كانوا مقربين من بعض، لا بيضغطوا ورا نص الملعب، فدي اتعدلت. حتى علي معلول برضو في اوقات كده لازم الواحد يتكلم، لما علي معلول يزيد لازم حد يجي يغطي مكانه، لان في وقت كبير قوي علي معلول الرجوع بتاعه بيرجع متاخر قوي، فهي دي من النقط اللي كانت وحشه في النادي.